أبدأ مع كلمة السادة الوزراء والشركاء، ونفتتحها بكلمة الأستاذ شريف التوكلي مساعد الممثل المقيم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برجاء تفضل إلى المنصة. شكرا معالي السيد وزير الاتصالات المهندس خالد نيم، معالي الحضور. يمكن في ناس هنا موجودين معنا في القاعة كانوا من أوائل الناس اللي احنا ابتديناهم نوادي التكنولوجيا، أو كنا احنا ساعتها مسمينها المراكز المجتمعية. دي كان أنشأناهم سنة 98. يمكن أنا فاكر كان الدكتور عفت الشوكي، كنا أنا وهي رايحين الشرقية نقابل الدكتور حسين قازم، واحنا بنفتتح اول مركز مجتمعي كانت سنة 98، وكان ده اول مركز او تيلي سنتر او نادي تكنولوجيا اتعمل في مصر، مش في مصر بس، كان حوالي 3 مراكز حوالين العالم كان اليو ان دي بي بتعملها سنة 98، واحد منهم في مصر، كنا احنا في مصر والشرق الاوسط. ومن هنا عملت ان اول مركز مجتمعي كان اتعمل في قصر ثقافه الشرقيه. فيمكن دي حاجه يعني ان احنا بعد الفتره دي كلها دلوقتي برضو بنرجع ان احنا نبتدي نشتغل مع قصور الثقافه، وده كان الاساس في المراكز المجتمعيه انها كانت تبتدي تشتغل مع مراكز الثقافه، وكان انها تبقى مركز مجتمعي. مركز مجتمعي بمعنى الكلمه ان هو المجتمع كله بيروح المركز ده بيقدم خدمات للمجتمع اللي حواليه ومن المجتمع نفسه. الخدمات ابتدت فكرة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية من المراكز المجتمعية دي اللي هي كانت في الشرقية، وده يمكن كان بداية فكرة انشاء الصندوق المصري للتكنولوجيا المعلومات، اللي ازاي ان احنا التجربة اللي حصلت في الشرقية ان احنا ازاي نكمل عليها ونبتدي ان احنا ننشأ الصندوق. ابتدينا بعد كده ان النوادي التكنولوجيا ابتدت تنتشر، وده كان فعلا زي ما الدكتوره المهندسه هدى قالت ان احنا كان هدفنا في الاول عمليه انتشار، وبعد كده ابتدت ان احنا نشوف الحاجات اللي في النوادي. يمكن من الحاجات كمان الناجحه جدا في الصندوق المصري للتكنولوجيا المعلومات ان البورتال اللي اتعمل اللي هو كنانه اونلاين. كنانه اونلاين ده كان من تجربتنا في المراكز المجتمعيه دي ان ما كانش فيه محتوى عربي، حصل ان بقى ابتدينا ان احنا نعمل البورتال بتاع المحتوى العربي، وحصل ان بلاد تانية ابتدت انها تستفيد مننا زي ما بلاد تانية في المنطقه برضو ابتدت تستفيد مننا. الاردن يمكن اول مراكز مجتمعيه اتعملت في الاردن كانت سنه 2000، وكان مجموعه من اللي بيشتغلوا في المراكز المجتمعيه في الشرقيه هي اللي سافرت وساعدتهم ان هم في انشاء النوادي. فاحنا دلوقتي ماشيين بسم الله ما شاء الله يعني في مرحله متطوره جدا من المراكز، ويمكن ده اللي خلى مصر تبقى عن طريق برنامج الامم المتحده الانمائي ان احنا نبقى عضو في التيلي سنتر دوت اورج، واحنا بنمثل مش مصر، بنمثل منطقه الشرق الاوسط في المراكز المجتمعيه. ويمكن ان احنا الصندوق هو زي الكوردينيتور في منطقه الشرق الاوسط للمراكز المجتمعيه، وابتدينا ان احنا عملنا كذا ورش عمل للمنطقه العربيه. عملنا واحد في الاردن لمنطقه الشام، واحد في المغرب، واحد تاني في مصر للسودان واليمن. فابتدينا دلوقتي احنا هدفنا في المراكز دي، ويمكن مع شركائنا في استراتيجيك بارتنر كان معانا طول ما احنا ماشيين، يمكن شركة مايكروسوفت ابتدينا معاهم يعني اول تدريب. انا فاكر اول تدريب عملناه ل 100 سيده في المدير المراكز المجتمعيه كان مع مايكروسوفت، وعملناها حوالنا في 27 محافظه. في يعني حاجات كتيره جدا الواحد وهو ماشي عمال يفتكرها دلوقتي وهو بيتكلم، بس يمكن دلوقتي احنا هدفنا ان احنا ازاي ان احنا نحول المراكز دي لمراكز للابتكار بالذات مع الشباب. يمكن المبادرات اللي ابتدت تتكلم عليها ازاي ان احنا المركز المجتمعي ده بيخدم المجتمع، بس في نفس الوقت بيلم كل الشركاء اللي شغالين مع بعض في خدمه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات للتنميه، زي مصر تعمل، زي يمكن المشاريع الثانيه او الجهات الثانيه بتاعت وزاره الاتصالات زي تيك، زي اي تي اي، ازاي ان هي كلها ان احنا كنا بنشتغل في الفتره اللي فاتت، ازاي ان كل البارتنرز دي يشتغلوا مع بعض ويحولوا المراكز المجتمعيه دي لمراكز للابتكار. يعني انا مش عايز اطول عليكم، بس انا بشكركم جدا على حضوركم، ويمكن دي نجاح، واحنا هدفنا النجاح ده مش بس يبقى في مصر بس، ان احنا ننقله للدول العربيه وبالذات والدول الافريقيه. شكرا. ايوه
الآن مع كلمة المهندس خالد عبد القادر مدير عام مايكروسوفت مصر، تفضل. صباح الخير، معي الوزير مهندس خالد نجم. نشكر حضرتك جدا على استضافتنا النهاردة، سادة مستشارين عن الوزراء كلهم. طبعا شرف لي ان احنا نبقى مع حضراتكم. مهندسة هدى، شكرا لدعوتنا. يمكن احنا عندنا حلم في مايكروسوفت وكلنا بنشتغل فيه في الشركة، ان احنا ازاي نقدر نوفر فرصة وامل لكل مصري ان هو يبقى عنده مستقبل افضل من خلال البرامج والانوفيشن والتكنولوجي اللي احنا بنقدمها في مايكروسوفت. كان عندنا شركاء في مصر على مدار السنين، يمكن من 2000 سنة 2000 بيشاركونا في نفس حلمنا ده. فأنا بحب أشكر UNDP والآي سي تي تراست فاند طبعا على الشراكة الطويلة على مدار السنين. كانت رحلة طبعا طويلة وكلنا كنا سعداء جدا ان احنا بنحاول يعني نوصل الحلم بتاعنا. طبعا كل اللي بيحصل ده يمكن هدفه ان احنا نحاول نساعد في التنمية الاقتصادية ونحرك عجلة الاقتصاد المصري، ان احنا نحاول يبقى فيه تنمية اقتصادية ومجتمعية ويبقى فيه نوع من انواع توصيل الخدمات وتوصيل التنمية البشرية في جميع محافظات مصر. ويمكن اول اجتماع كنا حصل وعقد مع معالي الوزير قال لنا ثلاث حاجات ومركز عليها. اول حاجة قال لنا التنمية البشرية، تاني حاجة قال انا عايز مصر كلها، فمش عايز حاجة تطبق تقول لي القاهرة واسكندرية والمحافظات الجميلة بتاعتنا. انا ما تيجي تتكلم معانا تبتدي معايا من الصعيد، ابتدي معايا من سيوة، ابتدي معايا من المحافظات كلها. وتالت حاجة ان احنا عايزين مشاريع تمس المواطن المصري. الهدف بتاعنا ان احنا ازاي كحكومة كشركات كمجتمع مدني ان احنا نرفع مستوى معيشة المواطن المصري عشان يبقى سعيد في بلده، عشان يبقى عنده الولاء اللي كلنا تربينا عليه واحنا صغيرين في المدارس، عشان النشيد الوطني لما يتقال يبقى الواحد جسمه بيقشعر وهو بيسمعه، عشان العلاقة اللي المفروض يعني تقدم من سواء البلد ممثلة في الحكومة، سواء من المجتمع المدني، سواء من الشركات العاملة الدولية او الداخلية. فاحنا النهاردة بنؤكد يعني بنستمر في دعمنا والتزامنا تجاه وزارة الاتصالات والحكومة المصرية، التزامنا تجاه الشعب المصري والشباب، لان احنا مؤمنين وما زلنا مؤمنين بان هو ده العجلة الرئيسية للتقدم. فاحنا يمكن النهاردة بنعلن، يمكن اشتغلنا كتير مع وزارة التضامن، طبعا استاذ غادة مش موجودة، مهندس ياسر عمل معنا شغل كبير جدا، ان احنا هنقدم جميع السوفت وير والحلول المطلوبة علشان نقدمها لنوادي التكنولوجيا عن طريق منظمات المجتمع المدني. ده مساهمة من مايكروسوفت بدون اي مقابل. المهم يمكن زي مهندسة هدى ما قالت، التكنولوجي دي وسيلة، الهاردوير دي اتاحة، ولكن الاهم ايه تأثير النوادي دي على المواطن المصري والشاب المصري. فاحنا عايزين نخلق وظائف غير تقليدية. نفسي وبحلم ان احنا نلاقي نوادي التكنولوجيا بتطبق زي بالظبط الفرنشايز موديل، ان احنا بنخلق بيزنس موديل الناس بتتنافس تجيلنا من القطاع الخاص. شباب 3-4 شباب موجودين في المنوفية عايز يعمل نادي تكنولوجي، احنا نديله كل البيزنس موديل وازاي يعمل منه دخل، وفي نفس الوقت يرفع من مستوى ثقافة المكان الكوميونتي اللي هو عايش فيها، يخلق فرص عمل وينمي العجلة الاقتصاد المصري. مصر بلد جميلة جدا، احنا يعني في مايكروسوفت بنفخر وبنسعد ان احنا بنقدر نصدر قصص نجاح طالعة من شراكتنا مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني بتطبق على مستوى العالم. مصر تعمل، احنا مررنا لغاية دلوقتي من ساعة اطلاق المبادرة 20,000 شاب علشان نحسن فرصهم للعمل، واشتغل 1,200 شاب وشابة. نفسنا ال 1,200 يبقوا 5 ويبقوا 10 ويبقوا 20,000، واحنا مع بعض بنلتزم تجاه معالي الوزير والحكومة والمنظمات كلها ان ده الدور اللي احنا دايما هنلعبه. احنا بنشكركم جدا وفخورين ويعني سعداء جدا ان احنا نبقى جزء صغير جدا من منظومة النجاح دي. شكرا. بعد هذه الكلمات الرائعة للسادة الحضور،
نتوجه الآن للسيد سيادة السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة، يتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الوزير دكتور مهندس خالد نجم، خالص الشكر والتحية لك والتقدير الكبير فيما تقوم به وما هو اتضح اليوم من شيء يعني عظيم جدا، هيفتح آفاق للشباب المصري وللشعب المصري. قد يتساءل البعض ايه علاقة الدبلوماسية، انا وزميلي السفير رضا الطايفي، بالمكتبات العامة. هو عمل تطوعي، احنا قررنا ان احنا ندخل فيه، ومن منذ 23 سنة من اما رجعت، انا كنت سفير في واشنطن، من بعد ما رجعت وانا في هذا العمل التطوعي، وكان اول مكتبة انشأناها هي مكتبة مصر العامة، ولم تكن مكتبة حكومية اطلاقا، ولم يكن هناك قرار جمهوري، كان مجرد اتفاق يعني يكاد يكون اتفاق شفوي بين مؤسسة ألمانية بيرتلسمان وبين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتجمعة. والحمد لله نجحت هذه المكتبة، وجدنا هذا الموديل يجب ان احنا ننشره، فنشرناه من خلال فرعين المكتبة. ما قدرناش طبعا نتوجه لكل انحاء مصر، فقدرنا ان نستصدر قرار جمهوري، ومن خلال هذا القرار الجمهوري قدرنا نتواصل مع المحافظات، وانشأنا حتى الان 14 مكتبة على المستوى العالمي. المعايير التي تستخدمها هي المعايير العالمية. في كل هذا احنا بنقرأ عن دور التكنولوجيا المعلومات الاي تي، ايه دورها في التنمية. احب اقول لسيادتك، انا من حوالي 10 سنين سألت سفير الهند كان هنا، انتوا بتصدروا سوفت وير بحوالي كام في السنة؟ قال لي بنصدر بحوالي 10 مليار دولار سوفت وير. طيب سألته من كام شهر السفير الجديد يعني، قال لي احنا بنصدر دلوقتي ب110 مليار دولار سوفت وير. فاذا ده يعني مدخل وافق جديد جدا بالنسبه للاقتصاد المصري. يا ريتنا ان احنا واحد شاب جاي مره بموظف المكتبه اشتغل في الاي تي، قال لي مش عارف الماهيات، مش قلت له ماهيات ايه، انت سيبك انت بقى من الوظائف دي، وروح اعمل ستارت اب، اعمل شركة زي ما قال الاخ. وانا بحب حي مايكروسوفت وعلى ومندوب مايكروسوفت بحييك، وانا اعرف زميلة هيبة رمزي اللي هي ايضا كانت بتشتغل هذا المنصب منذ زمن. مايكروسوفت الحقيقة قايمة بدور محترم جدا، ومش بس حي مايكروسوفت، انا احيي بيل وميليندا جيتس على اللي هم عاملينه. بيل جيتس عمل حوالي صار من حاجه بتاع 60-70 مليار دولار، ولكن وقرر ان هذا المبلغ كله يبقى للمجتمع العام، واولاده بس يرثوا حاجه بتاع 1 أو 2 مليون دولار. فدي حاجه احنا عايزين ندي موديل، عايزين نفتح افاق لهؤلاء الشباب. فالمنظومه بتاعتنا، منظومه مكتبات مصر العامه، بتتعاون مع وزاره الاتصالات، صندوق القومي للتكنولوجيا المعلومات، احنا متعاونين معهم، وبعد كده ان شاء الله هتبقى كل مكتبة هتتعاون ايضا مع هذا الصندوق. وانا ان شاء الله في عهدك يا سيادة الوزير عندي امل كبير جدا بان احنا نعمل بريك ثرو، اختراق كبير لصالح المجتمع ولصالح الاقتصاد المصري. أنا أشكركم وأشكر سيادتك وأشكر كل الذين ساهموا في هذا المشروع الهام. شكرا. أما الآن فمع كلمة الأستاذ محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور المهندس أستاذ خالد نجم، السادة الزملاء الأعزاء من كل مكان ومن كل فج عميق يحلم بتكنولوجيا جديدة تصل إلى أطراف مصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا أن يكون أو أن تكون نقطة البداية أو إشارة البدء من قصر ثقافة الزقازيق في الشرقية، لتستمر هذه البداية إلى أفق رحب إلى 575 موقع ثقافي في كل أرجاء مصر. نحلم الآن معكم وبكم بهذا الأمر. لم يعد الأمر قاصر على مجموعة من الأجهزة في حجرة قد تكون مكيفة أو غير مكيفة ليلعب أولادنا بعض الألعاب، ولكن ما سمعته الآن أعطاني في الحقيقة أملا كبيرا وبعدا كنت أحلم به، أن دور تكنولوجيا المعلومات لم يعد يقتصر على مجرد مجموعة من أولادنا تلعب على هذه الأجهزة أو تتواصل بأي شكل من الأشكال. الدور الحقيقي الآن سيكون تنمية هؤلاء تنمية كبيرة جدا. أحلم أيضا أن تزيد الرقعة إلى العدد الذي قلت لحضرتكم عليه. ربما تكون لدينا مواقع في حاجة كبيرة إلى تطويرها لكي تناسب هذا الأمر، ولكننا سنجتهد قدر المتاح كي نفعل هذا الأمر. لدينا في القريب العاجل خلال هذا الشهر والشهر القادم على سبيل المثال نجهز 10 مواقع للافتتاح في الهيئة العامة لقصور الثقافة، نجهز مواقع في أقصى جنوب مصر في حلايب وشلاتين وأبو رماد، سنصل إلى العريش، سنصل إلى سيوة، سنصل إلى أقصى مكان في الصعيد. نحلم أيضا أن نقدم شيئا جديدا، أن نحاول أيضا بعد هذه المواقع الصغيرة التي تتواجد في مجرد شقق إلى نوادي لتكنولوجيا المعلومات لكي تقوم بالثقافة والتكنولوجيا في آن واحد. نحلم مع وزيرنا الدكتور عبد الواحد النبوي أن نقدم لمصر في الفترة القادمة مشروعا يناسب أولادنا في هذا الصيف تحت عنوان صيف أولادنا، ستلعب فيه تكنولوجيا المعلومات وستلعب فيه نوادي التكنولوجيا دورا رئيسا ومهما في التواصل مع أولادنا في كل مكان. في النهاية أشكر وزارة الاتصالات وأشكر معالي وزير الاتصالات السيد المهندس الدكتور الأستاذ خالد نجم، وأشكر شركة مايكروسوفت، وأشكر زملائي الحضور جميعا، وأدعو زملائي في القاعة إلى الاستمساك بروح التكنولوجيا التي هي في الحقيقة روح العصر. هل تتخيلون حياة بلا تكنولوجيا؟ شكرا. الآن مع كلمة المهندس ياسر حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبا عن الدكتورة غادة والي. السيد المهندس خالد نجم معالي وزير الاتصالات، استاذة هدى بحروق، السيد سيادة السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة، يتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الوزير دكتور مهندس خالد نجم، خالص الشكر والتحية لك والتقدير الكبير
فيما تقوم به وما هو اتضح اليوم من شيء يعني عظيم جدا هيفتح آفاق للشباب المصري وللشعب المصري. قد يتساءل البعض ايه علاقة الدبلوماسية انا وزميلي السفير رضا الطايفي بالمكتبات العامة. هو عمل تطوعي احنا قررنا ان احنا ندخل فيه، ومن منذ 23 سنة من اما رجعت انا كنت سفير في واشنطن، من بعد ما رجعت وانا في هذا العمل التطوعي، وكان اول مكتبة انشأناها هي مكتبة مصر العامة، ولم تكن مكتبة حكومية اطلاقا، ولم يكن هناك قرار جمهوري، كان مجرد اتفاق يعني يكاد يكون اتفاق شفوي بين مؤسسة ألمانية بيرتلسمان وبين وزارة الثقافة وجمعية الرعاية المتكاملة. والحمد لله نجحت هذه المكتبة، وجدنا هذا الموديل يجب ان احنا ننشره، فنشرناه من خلال فرعين المكتبة، وما قدرناش طبعا نتوجه لكل انحاء مصر، فقدرنا ان نستصدر قرار جمهوري، ومن خلال هذا القرار الجمهوري قدرنا نتواصل مع المحافظات، وانشأنا حتى الان 14 مكتبة على المستوى العالمي. المعايير التي تستخدمها هي المعايير العالمية. في كل هذا احنا بنقرأ عن دور التكنولوجيا المعلومات الاي تي، ايه دورها في التنمية. احب اقول لسيادتك انا من حوالي 10 سنين سألت سفير الهند كان هنا، انتوا بتصدروا سوفت وير بحوالي كام في السنة؟ قال لي بنصدر بحوالي 10 مليار دولار سوفت وير. طيب سألته من كام شهر السفير الجديد يعني، قال لي احنا بنصدر دلوقتي ب110 مليار دولار سوفت وير. فاذا ده يعني مدخل وافق جديد جدا بالنسبه للاقتصاد المصري. يا ريتنا ان احنا واحد شاب جاي مره بموظف المكتبه اشتغل في الاي تي، قال لي مش عارف الماهيات، مش قلت له ماهيات ايه، انت سيبك انت بقى من الوظائف دي وروح اعمل ستارت اب، اعمل شركه زي ما قال الاخ، وانا بحب حي مايكروسوفت وعلى ومندوب مايكروسوفت بحييك، وانا اعرف زميله هبه رمزي اللي هي ايضا كانت بتشتغل هذا المنصب منذ زمن. مايكروسوفت الحقيقه قايمه بدور محترم جدا، ومش بس حي مايكروسوفت، انا حي بيل وميليندا جيتس على اللي هم عاملينه. بيل جيتس عمل حوالي صار من حاجه بتاع 60-70 مليار دولار، ولكن وقرر ان هذا المبلغ كله يبقى للمجتمع العام، واولاده بس يرثوا حاجه بتاع 1 مليون أو 2 مليون دولار. فدي حاجه احنا عايزين ندي موديل، عايزين نفتح افاق لهؤلاء الشباب. فالمنظومه بتاعتنا منظومه مكتبات مصر العامه بتتعاون مع وزاره الاتصالات، صندوق القومي لتكنولوجيا المعلومات، احنا متعاونين معهم، وبعد كده ان شاء الله هتبقى كل مكتبة هتتعاون ايضا مع هذا الصندوق. وانا ان شاء الله في عهدك يا سيادة الوزير عندي امل كبير جدا بان احنا نعمل بريك ثرو، اختراق كبير لصالح المجتمع ولصالح الاقتصاد المصري. انا اشكركم واشكر سيادتك واشكر كل الذين ساهموا في هذا المشروع الهام. شكرا. اما الان فمع كلمة الاستاذ محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور المهندس الأستاذ خالد نجم، السادة الزملاء الأعزاء من كل مكان ومن كل فج عميق يحلم بتكنولوجيا جديدة تصل إلى أطراف مصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا أن يكون أو أن تكون نقطة البداية أو إشارة البدء
من قصر ثقافة الزقازيق في الشرقية لتستمر هذه البداية إلى أفق رحب إلى 575 موقع ثقافي في كل أرجاء مصر. نحلم الآن معكم وبكم بهذا الأمر. لم يعد الأمر قاصر على مجموعة من الأجهزة في حجرة قد تكون مكيفة أو غير مكيفة ليلعب أولادنا بعض الألعاب، ولكن ما سمعته الآن أعطاني في الحقيقة أملاً كبيراً وبعداً كنت أحلم به، أن دور تكنولوجيا المعلومات لم يعد يقتصر على مجرد مجموعة من أولادنا تلعب على هذه الأجهزة أو تتواصل بأي شكل من الأشكال. الدور الحقيقي الآن سيكون تنمية هؤلاء تنمية كبيرة جدا. أحلم أيضا أن تزيد الرقعة إلى العدد الذي قلت لحضرتكم عليه. ربما تكون لدينا مواقع في حاجة كبيرة إلى تطويرها لكي تناسب هذا الأمر، ولكننا سنجتهد قدر المتاح كي نفعل هذا الأمر. لدينا في القريب العاجل خلال هذا الشهر والشهر القادم على سبيل المثال نجهز 10 مواقع للافتتاح في الهيئة العامة لقصور الثقافة، نجهز مواقع في أقصى جنوب مصر في حلايب وشلاتين وأبو رماد، سنصل إلى العريش، سنصل إلى سيوة، سنصل إلى أقصى مكان في الصعيد. نحلم أيضا أن نقدم شيئا جديدا، أن نحاول أيضا بعد هذه المواقع الصغيرة التي تتواجد في مجرد شقق إلى نوادي لتكنولوجيا المعلومات لكي تقوم بالثقافة والتكنولوجيا في آن واحد. نحلم مع وزيرنا الدكتور عبد الواحد النبوي أن نقدم لمصر في الفترة القادمة مشروعا يناسب أولادنا في هذا الصيف تحت عنوان صيف أولادنا، ستلعب فيه تكنولوجيا المعلومات وستلعب فيه نوادي التكنولوجيا دورا رئيسا ومهما في التواصل مع أولادنا في كل مكان. في النهاية أشكر وزارة الاتصالات وأشكر معالي وزير الاتصالات السيد المهندس الدكتور الأستاذ خالد نجم، وأشكر شركة مايكروسوفت، وأشكر زملائي الحضور جميعا، وأدعو زملائي في القاعة إلى الاستمساك بروح التكنولوجيا التي هي في الحقيقة روح العصر. هل تتخيلون حياة بلا تكنولوجيا؟ شكرا. الآن مع كلمة المهندس ياسر حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبا عن الدكتورة غادة والي. السيد المهندس خالد نجم معالي وزير الاتصالات، أستاذة هدى بحروك، السادة المستشارين، الأستاذ خالد مدير شركة مايكروسوفت، أستاذ شريف توكلي ممثل اليو ان دي بي، تحية طيبة. أنا يعني بتكلم كلمة كده صغيرة غير مجهزة باسم وزارة التضامن. الحقيقة سعيد جدا بتفعيل دور نوادي التكنولوجيا لأنها هتخدم وزارة التضامن في تفعيل برامج الحماية الاجتماعية اللي احنا بنعملها. احنا الحقيقة عايزين نستغل هذه النوادي استغلال حسن في موضوع الدعم وتوزيع الدعم، لأن هذه النوادي لو كانت مجهزة كويس، وإن شاء الله طبعاً مع مايكروسوفت وكلمة مايكروسوفت والسيد المهندس خالد نجم وعد إن هو هيجدد البنية المؤسسية بتاعتها، وإحنا محتاجين برضو ما عندناش مشكلة إن إحنا نساهم معاهم في هذا الموضوع، إن إحنا نقدر نجمع معلومات عن الناس اللي موجودة والمجتمع زي ما المهندس شريف التوكلي قال إن هو هيبقى هب للتنمية المجتمعية. الحاجة التانية برضو اللي أنا بشارك فيها الإخوة الحضور هنا إن دور نوادي التكنولوجيا إحنا بنحلم بيه من زمان، إن هو يكون أز يعني هب لينا كلنا للحكومة نقدر نستخدمها في حاجات كتير قوي. يعني إحنا ابتدينا برامج الدعم النقدي المشروط
في 4 محافظات اللي هي سوهاج واسيوط والاقصر واسوان والجيزه. استخدمنا فيها تكنولوجيا المعلومات، استخدمنا فيها التابلت، استخدمنا فيها احدث التكنولوجيات ان احنا نقدر ندي الدعم النقدي المشروط عن هذه القصه. واحنا محتاجين، لان احنا عايزين ننتشر في جميع انحاء الجمهوريه، ان احنا محتاجين ان احنا نستغل هذه النوادي في تسجيل الحالات اللي هي تستحق الدعم النقدي المشروط. وفي نفس الوقت برضو احنا ما عندناش مشكله من ناحيه ثانيه من عند الصندوق الاجتماعي للتنميه ان احنا ندعم هذه النوادي التكنولوجيه، ان احنا برضو زي ما المهندس خالد قال مدير شركه مايكروسوفت، ان في 3 أو 4 شباب يقدروا يجوا ياخدوا سوفت لون ويقدروا يبتدوا يحققوا ربح، لان الاستدامه عمرها ما هتيجي في هذه النوادي الا ما يكون في عائد مالي لهذه النوادي التكنولوجيه. في الاخر انا مش عايز اطول عليكم، بشكر معالي الوزير وبشكر الاستاذه هدى دحروب وبشكر الساده الحضور، والف شكر. شكرا. السيدات والساده الحضور الكريم، نشكركم جميعا على تشريفكم لنا ومعا دائما من اجل تنميه مجتمعيه مصريه شامله لكل فرد يعيش على هذه الارض الطيبه. والان نختمها ونختم هذه الكلمات الطيبه العطره البناءه مع كلمه معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد الكلام الجميل ده يعني الواحد مش عارف يضيف ايه، بس الاول نرحب بالساده الحضور، الضيوف، معالي السفير، نورتنا شركة مايكروسوفت، متشكرين جدا. حقيقة اللي حاضر أضيفه أن أنا هشكر وحدي رؤية بسيطة وحدي خبر، وخبر مهم إن شاء الله. الشكر بشكره لكم جميعا وعلى تضافر الجهود الجميلة دي لإعطاء قبلة الحياة لأندية التكنولوجيا. حقيقي طبعا هو مشروع بقاله سنين، وأول مرة أعرف أن أندية التكنولوجيا أو نادي التكنولوجيا أقدم من الوزارة، فشكرا فشكرا على المعلومه. حقيقي طبعا كان بدايه طيبه وليها هدف وليها وجهه، طبعا نشر الوعي لجميع المصريين يعني في انحاء الجمهوريه كان شيء مهم، وتبنته وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ البدايه. حقيقي دلوقتي نشر الوعي مش كفايه، يعني زي ما احنا شفنا تضافر الجهود هنا عشان نضيف وجهه ورؤيه جديده لانديه التكنولوجيا. وسمعنا وشفنا ان التدريب جزء مهم، يعني انديه التكنولوجيا يبقى فيها تدريب، تدريب للشباب شيء مهم جدا. طبعا تلعب دورها كواجهه للحكومه طبعا شيء عظيم. احنا مش بنخدم بس الشباب او مش بنخدم عدد من الناس، لا ده احنا بنخدم 90 مليون. يعني لما نضيف لمنافذ الحكومة كل أندية التكنولوجيا أن بقى جميع الخدمات الحكومية متاحة لها، شيء يسعدنا جميعا كدولة. زي ما قال المهندس خالد عبد القادر، يعني هو خد مني حتة رؤيتنا ودوري أو دور الحكومة بصفة عامة، اهتمامنا هو المواطن، تركيزنا كله على المواطن، وكل خدمة يعملها نعملها كحكومة يبقى تصب في مصلحة المواطن كشيء أساسي. طبعا شجعت المهندسة هدى في هذا الموضوع لأن لقيت فعلا كل الجهود وكل شغل الأندية بيستفيد منها الشباب، والشباب هم الغالبية العظمى، هم أكثر من 60% من مجتمعنا وهم الأساس. ولو سمحتوا ما نستهترش بالشباب، يعني حقيقي دول املنا وهم دول القيادات لينا في المستقبل. وحقيقي باتاحات بسيطه جدا بتلاقيهم بينتجوا وبينتجوا بفعاليه شديده، وعندي امثله رائعه لهذا الموضوع. كنت في زياره للاسماعيليه ومعايا المحافظ الاسماعيليه، وكان منزور المعهد بتاعنا معهد الاي تي اي، بس كان في مراكز تدريب.
في شباب اتمرن 3 شهور بس، في مجموعات من تدريب 3 شهور و6 شهور 9 شهور، في مجموعه من الشباب من التل الكبير، يعني الاخ من الشرقيه يقول لحضرتك مجموعه من التل الكبير بنات، لما عرفوا ان احنا رايحين نزور طلبوا ان هم يبقوا موجودين. البنات دول بنات صغيرين 17 و18 سنه و20 سنه. البنات دول بالتدريب البسيط ده عملوا كميه برامج وكميه خدمات لاهلهم في التل الكبير حقيقي رائعه، اللي هي توصلك انك انت تقول على التل الكبير دي التل الكبير الذكيه حقيقي. الخدمات الحكوميه كلها وفروها على الانترنت لاهلهم انها توصل للبيت، يعني تطلب وتوصل للبيت، ده في التل الكبير يا جماعه مش في القاهره حقيقي. فلو سمحتم ما يعني we do not underestimate الناس دي او الشباب دول، لان هم مثال رائع ومش محتاجين حاجه، لا طلبوا حاجه من حد ولا طلبوا فلوس ولا طلبوا اي حاجه، دول بس اتمرنوا، كل اللي عملوه ان احنا مرناهم. كنا بنتكلم بقى على دور الحكومه ودورنا ايه بقى عشان تفعيل الكلام ده كله. فطبعا المطالبه بتخفيض الاسعار، وهقول لكم يعني على الموضوع. فالشباب دول كانوا خمسه فيهم واحد بيشتغل والاربعه طلبه، تمام؟ اربعه من الخمسه وهم برضو سن صغيره بيعملوا فلوس من الانترنت، بيعملوا شغل، وفي ايثيكال هاكر وفي ويب ديفلوبمنت. دول انا ما اعرفش اتمرنوا فين، بس دول بمجهودهم الشخصي اتمرنوا وتعلموا وبقوا يعملوا لنفسهم فلوس. تخيل بقى لما يبقى فول تايم داون وقاعد وعمل شركته واشتغل هيعمل ايه. فبالتالي مجهود بسيط جدا مننا ومراعاه هنقدر نوصل بالناس دي، او الناس دي اللي هي اللي هتوصل بينا لمستقبل مصر ان شاء الله. نيجي للنقطه، مجهودنا ايه او دور الحكومه ايه؟ يعني للاسف معلش، مصر تراجعت كتير قوي في خدمات الانترنت او في الاتاحه للانترنت، لا كسرعات ولا كاسعار ولا كمستوى خدمه وكل الكلام ده كله. فبنعترف بكده، بس هو ده بقى مجهودنا وهو ده دورنا. هو ده مجهودنا وهو ده دورنا اللي احنا المفروض نسعى له ونعمله. مصر البنتريشن ريت زياده على الارقام اللي اتقالت، احنا بس في الهاوس هولد اللي هو البيوت اللي واصله لها انترنت 34% فقط. بلاد كتير قوي كانت ورانا كله طلع قدامنا، الاردن، المغرب، تونس، كل دول عدوا ال 50% تقريبا وال 60%. مش عايز اقارن بدول الخليج اللي هم وصلوا 98%. يعني ايه 98%؟ يعني كل بيت داخل له انترنت، كل بيت في البلاد دي داخلها انترنت. انا مش هقول مره واحده ان انا هوصل للكلام ده، انا هقول هي دي خطتنا وهو ده هدفنا، الاتاحه، والاتاحه للجميع. الانترنت مش لكجري، الانترنت خدمه، وده اللي بعلنه النهارده. القرار هو وهيصدر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والقرار هو ان الانترنت خدمه اساسيه. الانترنت خدمه اساسيه. عشان تفهموا الموضوع ده، هو في القانون بتاع تنظيم الاتصالات كونها خدمه اساسيه معناها ان الدوله هتدعم هذه الخدمه. تدعمها يعني في مستوى معين لازم اوفر الخدمه بسعر محدد. تمام؟ اتاحه لجميع افراد الشعب. فالاتاحه دي هتديني فرصه او هتدي جميع اطراف الشعب فرصه ان شاء الله ان هم يبقى في جيل جديد، جيل شاب ياخدنا ببرامجه وبمنتجاته وبشركاته، ياخدنا لقدام ان شاء الله، ويكون عائد رائع علينا كلنا، على 90 مليون كلهم ان شاء الله. بشكركم جميعا وتمنياتي ليكم بوقت ممتع وتحياتي ليكم جميعا. السيدات والسادة الحضور الكريم، أما الآن سنبدأ فعاليات توقيع اتفاقيات الشراكة مع الهيئات التابعة لوزارة الثقافة وشركة مايكروسوفت، ونبدأها بالاتفاقية الأولى، اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ويمثلها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات مهندسة هدى دحروج، وهي تقوم بالتوقيع على الاتفاقية، المدير الإقليمي للصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فليتفضل سيادة الوزير على المنصة بعد إذن حضرتك مهندسة هدى. ومع شركة مايكروسوفت مصر ويمثلها المهندس خالد عبد القادر. سيتم الآن توقيع الاتفاقية بين الصندوق المصري ومايكروسوفت. أما الآن مع توقيع الاتفاقية الثانية، اتفاقية شراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات ويقوم بالتوقيع المهندسة هدى دحروج المدير الإقليمي للصندوق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويمثلها الأستاذ الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. ومع الاتفاقية الثالثة بين الوزارة ويمثلها الصندوق وبين صندوق مكتبات مصر العامة ويمثلها سيادة السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة. السيدات والسادة الحضور، أهلا بكم جميعا مرة أخرى شركاء في التنمية المجتمعية الشاملة لهذا الوطن العظيم. والآن مع استراحة قصيرة نأتي بعدها لنكمل فعاليات مؤتمر تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية.